طيب يعني دي لقطات حية لتوجه الجهاز الفني واللاعبين للمحاضرة الأخيرة قبل انطلاق مباراة اليوم وقبل التحرك مباشرة لاستاد الأهلي والسلام. إن شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق. طبعا لقطات من مقر إقامة الفريق أو فندق الإقامة الخاص بالفريق قبل المباراة الهامة. يعني واضح كده من المشهد اللي احنا شايفينه تركيز كبير جدا عند اللاعبين، مدركين جدا الوضع اللي فيه الاهلي في هذه المجموعه بعد خساره المباراه السابقه وبعد التعادل في المباراه الاولى امام الهلال في السودان. فبالتالي انت مطالب بانك تفوز النهارده باي طريقه عشان تقدر ترجع بالشكل المعروف عن الاهلي. يعني الاهلي بطل اخر نسختين، ان شاء الله باذن الله دي تبقى النسخه الثالثه على التوالي، فكلها جوانب مهمة جدا ويعني تركيز كبير.